بابكم بمدونتي ريحان الرمان. وصفتي لليوم هي بريوش باللحم المفروم والجبن. المقادير: 400 غرام من الطحين الأبيض، 100 غرام من طحين القمح اللي هو لونه أصفر، 3 معالق كبيرة زبدة لينة، 2 معالق كبيرة سكر، ملعقة متوسطة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية اللي هي خميرة الحلويات، ملح، ماء دافئ. تمزج مقادير العجين مع إضافة الماء حتى نحصل على عجين لين. نضيف الزبدة في الأخير. يدلك العجين جيدا حتى نحصل على عجين رطب، يغطى لكي يختمر مدة 15 دقيقة. الحشو: 300 غرام من اللحم المفروم اللي هو الكفتة، 2 حبات من البصل مفروم ناعم، 100 غرام من الزيتون الأخضر مقطع، جبن مبشور اللي هو الفرماج محكوك، معدنوس مفروم اللي هي الكزبرة، ملح، فلفل أسود، زيت، زنجبيل، صلصة حارة، هريسة. طريقة: نضع البصل المفروم في مقلاة فوق النار مع الملح، الزيت، الفلفل الأسود، الزنجبيل، نقلب الكل جيدا حتى تذبل البصل. يضاف اللحم المفروم اللي هو الكفتة، يترك الكل حتى ينضج. في الأخير نضيف صلصة حارة اختياري والمعدنوس مفروم. تزيين: نحتاج لبيضة تخفق مع القليل من الخل أو الحليب السائل، وأيضا نحتاج إلى سمسم اللي هو الزنجلان. هذا شكل العجين، كما تلاحظون يترك يختمر حتى يتضاعف حجمه كما هو واضح بالصورة. يقسم العجين إلى كريات متساوية الحجم كما تلاحظون. ترش صفيحة الفرن بالقليل من الطحين، تبسط الكريات، نأخذ كأس ثم نضغط به في وسط كل دائرة كما هو واضح بالصورة. يوضع الحشو في الفراغ وسط الدائرة، يوضع الجبن المبشور فرماج محكوك على وجه البريوش، ثم تدهن جوانب البريوش بالبيض المخفوق مع القليل من الحليب أو الخل، ثم يرش بالزنجلان السمسم. يترك الكل حتى يختمر، ثم يدخل الفرن لكي ينضج ويتحمر، ثم يقدم بالصحة والراحة. كنتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأخوات اللي طبقوا الوصفة ونالت إعجابهم وتوصلت بصور كثيرة كثيرة. شكرا لكم، وأسفل الفيديو ستجدون رابط الوصفة بموقعي. شكرا لكم.